السلام عليكم. معنا هنايا واحد العمال كيتعرضوا للتهميش، كيتعرضوا للعنصرية. واحد العمال دابا دايرين واحد الاعتصام لكثر من شهرين، جاو عندنا الحفلة باش يعبروا على السخط ديالهم على هذا الاستغلال البشع اللي كيعانيوا هنا في إيطاليا وفي شمال إيطاليا، وحنا ماشي في الجنوب، لأن الجنوب جميع هذه المهاجرين كيتعرضوا للاستغلال خصوصا في الحقول الفلاحية. معنا هنايا الأخت، سميتك؟ سميمونة. العذير سميمونة. صاصي برزق. حيا دريس. حميدي شو. هادو مواطنين مغاربة كيعانيوا العنصرية، كيعانيوا الاستغلال. الشهادة ديالهم ستكون شهادة صادمة لجميع المغاربة الذين يحلمون أنهم يجوا لإيطاليا. الأزمة الاقتصادية وصلت كما كيقولوا العظم، وهاد الانتهازيين والاستغلاليين اللي كيستعملوا المافيا الاقتصادية باش يستغلوا هاد المهاجرين، غادي نخليهم هما يحكيوا المأساة ديالهم والمعاناة ديالهم. السلام عليكم. المهم كان ما كنعرفش نديرها بالعربيه بزاف، داكشي اللي كاين بالدارجه. حنا من حنا المهم انا دخلت هنا ايطاليا على الحياه ديالي وعلى الخدمه وعلى خدم على والديا وعلى خوتي. المهم اللي دخلت هنايا وخدمت مزيان في الاول، وماشي مع هذا الباترون، خدمت مع الباترون الاخرين ودرت الاوراق الحمد لله، ودخلت الفلوس للمغرب وعاونت والديا. والديا وبا الله يرحمه مسكين مات، وهو خلى لي غمي وبقات تدر مسكينه غب وحدها كنعاونها. والمهم تزوجت ودخلت الراجل، ودابا هاد 3 سنين وهادي، والراجل مشى خلاني بقيت غب وحدي. دابا كنخلص الكرا غب وحدي، ساكنه غب وحدي، كنخلص 300 يورو بير 3000 درهم 3000 درهم 300 اورو 300 اورو ديال الكرا. والمهم بلا الضو والغاز عارفين الحياه هنايا صعيبه، وهذا العام كاين شويه لا كريز في ايطاليا. والمهم هذا العام، العام اللي فايت وهذا العام، الباترون ما بقاش كيخلصنا. ملي كنسولو على الفلوس كيقول لك ما عنديش. ولكن شحال من ساعه كتخدموا؟ كنخدموا 13 ساعه 12 ساعه، حنا غير الفلاحه كنخدموا برا. شحال كيخلصكم الساعه؟ 5 اورو 5 اورو 1000 ريال للساعه. المهم انا الاولى عند هذا الباترون كيجيو الخوت والخواتات، كان زعما كنعاونهم، وكان كاين اللي كيما كيعرفش يهضر، كاين اللي ما كيعرفش الخدمه، كنمشي معاهم للفلاحه ولداخل المغازا. المهم شحال من عامل نتوما كتخدموا؟ شحال من الفلاح كيخدم معاكم تما؟ 40 واحد 40 واحد. شحال من المراه؟ 12 المراه 12 12 المراه والدراري. المهم العام اللي فات واحد عنده الاوراق، ما خرجتش حسبه بالضبط. 27 واحد عنده الاوراق، كلهم كلونديس، كلهم حراقين، كيدخلهم بالكونترا كيتخلص منهم حتى بالكونترا، كيتخلص في الكونترا. ملي كيدخلهم انا ملي كتسكاد الكونترا ما كيقول لهم ما غاديش نعاود لهم. والدراري مساكين فيه كيغيديروا الحياه هنايا، كيغيديروا يعيشوا. فين ما مشاو كيقول لهم خصكم الفلوس باش تكريو، خصكم باش تعاونوا لنا السبيزه تاكلوا. هما مساكين بقاو دابا حنا اللي كنعاونوهم. دابا هذا السيد ما بغاش يخلصكم هادي عام، اش درتو؟ درنا الاضراب. اضراب اعتصام. الاعتصام قدام سميتو المكازا ديالو في الطريق. المهم كيدزو غطاليان وكيعاونونا، كيعطيونا الماكله وكيعطيونا الماء وكيعطيو النقابات. كتعاونكم؟ كتعاون التجيل، كتعاون النقابات، كيجيو مساكين كيعاونونا كيجريو معانا. المهم نظمتوا ريوسكم؟ نظمنا ريوسنا الحمد لله. المهم كنطلبوا، المهم دابا انتم كتناضلوا. ما غاديش نتنازلوا على هذا الشيء. ما فاكينش تنشدوا الحقوق ديالنا. احنا ما احنا تفاكينا فين؟ سمحنا نسمحوا بالفلوس ديالنا، نسمحوا بالحياه ديالنا والعرق ديالنا. احنا راه دوزنا تماره معاه، راه درنا تماره معاه، ما حقناش ندوزوا الفلوس ديالنا وتماره وخوتنا كيموتوا بالجوع بلا وراقه. كي غنديروا نسمحوها؟ حنا معاهم تنقادوا الامور
اش كتقولي للشعب المغربي دابا اللي كنقولوا للشعب المغربي شوفوا فينا انتم عاونونا انتم تقولي للمسؤولين المغاربه دابا اللي كيشوفوا هذه المعاناه ديالنا المسؤولين المغاربه خصهم حتى هما يعاونونا حتى هما يسولوا فينا حتى حنا علاش جينا لايطاليا حتى حنا بغينا ندخلوا المغرب ندخلوا الفلوس على من خدامين حتى حنا اللي تشط علينا كنصيفطوا البنكة كنصيفطوا للمغرب كنعاونوا حتى هما يجيو يعاونونا يطلعوا علينا حتى هما يكونوا بجنبها شنو خاصنا وشنو تا واحد ما جا عندنا تا ملي بدينا تا واحد ما جا عندنا ما نكذبش زعما تا واحد ما سول فينا علاش ما يسولوش فينا حتى حنا المغاربه جينا نخدموا جينا حتى حنا المهاجرين جينا عا نخدموا على والدينا وعلى المغرب وعلى على كل شيء. المهم شكرا شكرا الاخ. اولا تنشكر هذه الجمعيه هذه اللي باسم الاخوان الكاملين اليوم ما حاضرش معنا هنا وتنشكر السندكات اللي جاو معنا هنا. احنا هنا الان لحد الان تنعانيوا اكثر من ماشي أزمة ما نقولش أزمة وإنما أقصى درجة لأن هذه الأزمة هذه ما عرفناش من جات لحد الآن حنا تنخدموا أو ما تنخدموش بحال غتقول ما خداميش مع هذا الباترون أنا 13 عام وأنا معاه يعني كان غادي معنا مزيان بطريقة كأنه ما تيخلصش قانونيين وإنما غادي معنا مزيان على حسب الظروف اللي جينا فيها حنا هنا وعانينا منها كانت تعطينا خمسة هذه سنتين عامين الحساب ما تيعطينا لا فلوس لا والو غير أكونتو الشهرين الاخرى ما بقاش التصبيغ الشهرين الاخرى ما بقى يعطينا حتى شي فرانك. الوقت اللي حبسنا اللي بغينا نحبسو طلبنا بالحقوق ديالنا فلوسنا ما بقاش يعطينا اول حاجه دار هو عيط للكارابينيري البوليس يعني باش يهددنا باش هذه الى اخره. حنا عيطنا للسندكاتو جاو عندنا بزاف هما اللي عاونونا هما اللي وقفوا معنا هما الى اخره. اول حاجه النقطه اللي بغيت نشير لها هو بالنسبه للقنصليه المغرب تراسلناهم ماشي اول مره ماشي جوج ماشي ثلاثه ما كاينش اللي حاول يجي يطلع علينا. ما غاديش نكر يقولوا لك ما صيفطيناش عيطنا لهم بار تليفون ما كاينش اللي ساعدنا جا عندنا واحد الاخ دار معنا باش يجي لغدي ما تلاجا قررنا في الجورنال بان القنصل غيدخل عندنا ما جاش عندنا قررنا في الجورنال بان السفير غادي يجي عندنا ما جاش عندنا الا واحد الاخت اللي سميتها صباح داخل مغربيه نقابيه او مارش والسندكاتو هما اللي تيجيو عندنا هما اللي تطلعوا لايطاليا هما اللي تيجيو عندنا تعاونونا لا بالماكله بكل شيء حنا اضطرينا باش نبقاو نباتوا في الشارع حنا ما عندناش شحال من نهار درتوا الاعتصام لحد الان غادي تقريبا شي شهر حنا غاديين بالاعتصام وما مفكينش معاهم مازال لحد الان مفكينش معاهم حواتي يقول لك ما كاينش خدمه والخدمه تيجي بكوبيراتيف اخرين تيجيبوا الخدام منهم واش غتقول للشعب المغربي والشعب اللي بغيت نقول انا اللي بغيت نقول للشعب المغربي بصفه عامه تنتمنى ياخذوا من عندنا عبره راه ما بقاش ما يدار في ايطاليا او اوروبا بصفه عامه ما بقاش نهائيا ما يدار انهم خصهم يناضلوا في المغرب خصهم يناضلوا في المغرب انا بنفسي تنتمنى لو كان رجع بحالي للمغرب لانني انا يعني بحال غادي نقول تشمت يعني جيت ولادي هنا جيت عائلتي هنا ما لقيتش كيفاش ندير تزادت عندي البيت هنا ما لقيتش كيفاش ندير يعني حتى رجعت ولادي من ايطاليا للمغرب ما هما مغاربه ما هما ايطاليا لقيت مشكل لحد الان تنحلم باش نرجع للمغرب ولكن لحد الان تنقول غادي نرجع للمغرب ماشي غير انا تنتمنى كلشي الدراري اللي معنا باغيين يرجعوا بحالهم كلشي باغي يرجع بحالهم ما كاينش واحد اللي ما كرهناش بلادنا ولكن اول حاجه اللي تنتمنى من القنصلية او السلطات المغربيه على الاقل مثل ترسلوا يجيو يشوفونا يجيو يجلسوا معنا لا من السافر ولا من القنصل رسلنا اكثر من 1000 خطره ما كاينش اللي بغى يطلع علينا ولهذا تنقول الشعب المغربي بصفه عامه ما كاينش تنتمنى اي واحد ما بقاش يقول يحلم باوروبا لحد الان اوروبا ما بقى فيها ما يدار من الاحسن يجلس بلاده ويناضل بلاده من الاحسن يجلس بلاده ويناضل بلاده وشكرا عاش الشعب وما فاكمش وما فاكنش عاش الماء وكنسلم على المغرب كله كنسلم على خواتاتي وامي بزاف 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 انتم اللي كتشوفوني بهاد الحاله والحمد لله هذا الشيء اللي عطى الله الحمد لله شكرا 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 شكرا, شكرا.